Allez. Allez. ليش؟ شكل شكل هذا. وين؟ هون. بتوخ كلمات. هذا محمد رحيم عزي على الباب. اهلا مستر رولا. حاج صارت اني بكلمه هيك اليوم حتى مباشره وقف حاج ابو عبد الله. وين السلام؟ بس سني سني وقف كلمه صغيره يا ابو عبد الله. الله يرحم دولة الرئيس. وهلا بنتذكر كلامه اللي قال ما حدا اكبر من بلده. فاليوم البلد بحاجتنا كلياتنا نتماسك نتعاضد لخدمه البلد ووجود البلد. الله يرحم دولة الرئيس ويجعل مأواه. شكرا. حاج وليد. حاج 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 علي وقف لي الحاج. هون حاج كلمة كلمة مباشرة. انت عندي على الصفحة شو بتقول يا شهيد رفيق حريري اليوم؟ احنا بنقول انه هذه جريمة عصر. افتقدناه كشخص بس ولكن ربحنا نهج، والنهج اللي نحن ربحناه فينا نقول ما بنعتبره هو بعده موجود، لانه اللي كان المؤامره الكبيره يعتبروا انه لازم كان يلغي كل شيء بمد لشيء اسمه الشهيد رفيق الحريري. ولكن بنرجع بنقول بنحمد الله من الشيخ سعد كمل المسيره، الست بهيه عسلمتها، الفريق كله اللي نحن ماشيين فيه هلا والخط اللي ماشيين فيه بنعتبر بعده شهيد بعده موجود ورحمة الله عليه. نتمنى على كل اللي بهالخط يكونوا موحدين لحتى ننجح ونضل بشكل أو بآخر ناجحين بنهجه وبشخصه وبشخص وجود الشيخ سعد رفيق الحريري الله يرحمه. شكرا محمد. شكرا. طولنا بقى. عيطلو لك عيط له. لك لا عيط له عيط له. قبل ما يفوت قبل ما يفوت. لك لفيت عم يحكي على التليفون. خذ الشاحن.